ان احنا نقول ان انا ما فرضتش رايي ولا حاجه، ده انا خولي في رايي، خوري في راي الحزب النور وحوري في راي الدعوه السلفيه وما فرضتش رايي، لكن انتوا اللي بتتهمونا دايما بان احنا عايزين نفرض راينا، ومع ذلك فضلنا مستمرين في الامر رغبه منا في رعايه مصلحه هذه البلاد. بس انتوا بتتهمونا، مين اللي اتهمكم؟ هل احنا كاعلاميين ولا مين اللي اتهمكم؟ لا الاعلام، مش انت الإعلام. مش بكلم حضرتك استاذ محمود، انا بكلم المعترضين في الاعلام والشخصيات بعض الشخصيات المختاره في اللجنه وغيرهم كتير جدا. الاعلام في الحقيقه انا متالم جدا منه، لانه هو بيقوم بدور بث روح الكراهيه وسط الطوائف المختلفه بدلا من روح الحوار ورغبه في ان الدور جاي عليكم ان الاخوان الاسلام السياسي ده لازم يختفي من الساحه بالكليه. هو ما فيش حاجه اسمها الاسلام السياسي ده، يعني ايه؟ احنا عندنا دلوقتي اولا ان الاسلام نظام حياه، الاسلام نظام حياه يشكل كل مظاهر حياه البشر. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين، كلام ربنا سبحانه وتعالى.